تواصل البلاد سعيها في التصدي لجائحة كورونا، كما تستعد أيضا لمواجهة المتحور أوميكرون، وتعد العدة للحيلولة من تسلله إلى الأراضي الوطنية. إنه تنبيه وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، وعندما نقول تنبيه أي نعني به إنذار مبكر للوقاية حتى لا تكون هناك حاجة ماسة للعلاج. ففيروس كورونا المستجد، ذاك الذي أرق وحاصر وباعد بين الناس في العامين الماضيين، قد تطور ليصير متحورا مثيرا للقلق اسمه أوميكرون. ولأن البلاد قد مرت بأوقات عصيبة خلفها كوفيد-19، راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وحتى لا يتكرر هذا السيناريو المؤلم، فإنه لمن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار سلالة أوميكرون المتحورة، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا في شهر نوفمبر المنصرم. وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني خلال مؤتمر صحفي أحيته لعرض حصيلة جائحة كورونا في البلاد، أكدت في حديث نائب المنسق الوطني لأعمال مكافحة كوفيد-19 الدكتور محمد طاهر أبكر اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه السلالة الجديدة عبر الحملات التوعوية والفحص المجاني والتطعيم ضد الوباء، خاصة مع توفر اللقاحات في البلاد. ومن هذا المنطلق ينبغي على المواطنين المداومة على ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، وتلقي جرعات لقاح كورونا لتحصين أنفسهم وأسرهم. وكلنا مسؤول عن ذلك حتى لا نعود أدراجنا إلى المربع الأول. وحفظ الله البلاد والعباد من الأوبئة والفتن ما ظهر منها وما بطن.